عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحات؟ وحشتكم بزاف 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 بزاف. سمحوا لي على هاد الغيبه، مشغولين شويه كما عارفين. السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعواشركم مبروكه، يدخل عليكم الصحه والسلامه وهنا طول العمر. البنات هذا وقف التكشيطه ديال المستفيده ديالي، هذا قفطان ديالها، التكشيطه ديالها جديده، اول لبسه لبساتها، كيفاش خدمتها كيفاش، ودارت لها شليشيلات هنا تي يعني. وشوفوا الخدمه ديال هذا الحقو ديال البنات، ها كيفاش. هذه اللبسه ديال التكشيطه، يا كسوعة التكشيط ان شاء الله. هذا مهم قدام كيفاش، يعني تبارك الله عليها راسها خفيف كما وعدتكم. هذا الظهر ديالها كيفاش دارت ليه، هذا درت غير هكا جا طويل بالقادوس الصغير ماشي الطويل، هذا ها كيفاش دارت ليه. هذا في الظهر، شتي كيفاش في الجاف الظهر ها كيفاش، يعني جا خفيف حلو، يعني في الظهر ما جاش شي حاجه تجي مصار جايه معيقه ها كيفاش. ان شاء الله يعجبكم. هادو عاوتاني الكمام، ها الكمام كيفاش دارت ليهم شتو، وخلاص دارت ليهم داك اللعيبه داك الشليشيلات كيجيو من هنايا. ها هما الكمام، ايوا تنتمنى ان شاء الله تردوا عليا وتهنوا ليا مولاتها المستفيده. تخليوا لي التعليق باش نقول ليها تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. راه فرحانه فرحانه، ما يخليك ديما فرحانه ان شاء الله تبارك الله عليك. هذا بنصورها باش تهنوا.